ضربات وجهها سلاح الجو السوري للتنظيمات الإرهابية في غارات استهدفت تحصينات ومقرات لداعش في المريعية جنوب غرب دير الزور والبغالية والجنينة بالريف الغربي وجنوب البانوراما إلى الجنوب الغربي من المدينة، أسفرت عن تدمير 3 مقرات للتنظيم الإرهابي وآليات وعربات محملة بالأسلحة والذخيرة ومزودة بالرشاشات. في ريف حلب الجنوبي الغربي وغرب المدينة قامت وحدات الجيش بتكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة. مصادر إعلامية أكدت أن التنظيمات الإرهابية اعترفت بمقتل 64 من عناصرها وإصابة العشرات خلال الاشتباكات مع الجيش العربي السوري خلال الساعات 24 الماضية. على محور المنطقة الجنوبية أكد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال تحصين في محيط مقبرة البحار بدرع البلد، أسفرت عن سقوط أغلبية أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب وتدمير آليات ومعدات، كما تم تدمير وكر للإرهابيين في محيط تلة الثعيلة على الأطراف الغربية لدرعا. وفي ريف السويداء الشرقي نفذت وحدات من الجيش عملية على تجمع ومحاور تحرك داعش وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في بلدة المفطرة، في حين أحبطت وحدة من الجيش هجوم إرهابيين على نقطة عسكرية في تل البلدان بريف القنيطرة.